السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن بطل من أبطال الإسلام وهو الصحابي الجليل عمرو بن العاص. هو القائد الإسلامي الفذ، وهو صاحب رأي وفكر وفارس من الفرسان الأبطال، وله عقلية قيادية متميزة وذكاء ودهاء مكنه من الانتصار في العديد من المعارك، ولذا لقب بداهية العرب. ولد عمرو بن العاص في مكة المكرمة في الجاهلية، أي قبل الدعوة لدخول الناس للدين الإسلامي. والده هو العاص بن وائل، أحد سادة العرب في الجاهلية. لم يدخل عمرو الإسلام مبكرا، بل كان له مواقف سلبية ضد الذين أسلموا، فقد هاجر بعض المسلمين الأوائل من قبله إلى الحبشة فرارا بدينهم من المشركين واضطهادهم لهم. فأرسلت قريش كل من عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، وهما يحملان الهدايا للنجاشي حاكم الحبشة الذي كان قد رحب بالمسلمين الذين جاءوا ليحتموا به، لما عرف عنه بأنه حاكم عادل يكرم ضيوفه. ولكن النجاشي رفض طلب عمرو وصاحبه، بل إنه بكى من الخشوع عندما سمع أحد المسلمين يتلو عليه آيات من القرآن الكريم، وأكد لعمرو بن العاص أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي هذا العصر ورسول الإسلام، وأنه بالفعل قد آمن به ودخل في دين الإسلام. وفي السنة الثامنة من الهجرة خرج عمرو قاصدا للمدينة المنورة، فقابل في الطريق خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، فصاروا جميعا إلى المدينة وأسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أول مهمة قتالية كلف بها عمرو بن العاص من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يفرق جماعة قضاعة الذين أرادوا غزو المدينة المنورة. فسار عمرو على رأس سرية ذات السلاسل في 300 مجاهد، زادوا فيما بعد إلى 500 مجاهد، فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكان الأعداء أقصر عددا، ولكن الله تعالى نصر جنده وفر الأعداء مدحورين. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قاد عمرو بن العاص جيشا إلى فلسطين على رأس 3000 مجاهد. وبعد وصول مدد أصبح عدد جيش المسلمين 7000 مجاهد. وانتصر عمرو بجيشه على جيش الروم الأكثر عددا، ثم انضم بجيشه إلى جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وتمت هزيمة جيش الروم في معركة اليرموك. وبعد أن توالت انتصارات عمرو بن العاص وفتوحاته في الشام، توجه نظرة ناحية مصر فأراد فتحها، وأرسل إلى خليفة المؤمنين وقتئذ عمر بن الخطاب، فوافق بعد تفكير على فتح مصر. وبالفعل قام عمرو بن العاص بإعداد جيش مكون من 4000 مجاهد، وخشى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من أن يكون هذا الجيش غير كاف لملاقاة الروم في مصر، فأرسل خطابا إلى عمرو يخبره فيه أنه إذا لم يكن قد دخل مصر فليرجع، وأما إذا كان قد دخلها فليكمل مسيرته على بركة الله. وكان عمرو وجيشه قد وصلوا إلى العريش، فأكمل السير لفتح مصر، ودخل مدينة الفرمة التي شهدت أول اشتباك بين الروم والمسلمين، فانتصر جيش المسلمين، ثم فتح مدينة بلبيس وقهر قائدها الروماني الشهير أرتبون. وأكمل المسيرة فحاصر حصن بابليون حيث احتمى به المقوقس حاكم مصر. وبعد أن طال الحصار وافق المقوقس على دفع الجزية، فغضب ملك الروم هيركل واستدعى المقوقس إلى القسطنطينية ونفاه، وانتهز المسلمون الفرصة وهاجموا حصن بابليون، مما اضطر الروم على طلب الصلح ودفع الجزية. وبعد ذلك توالت فتوحات عمرو بن العاص في المدن المصرية،
الواحدة تلو الأخرى حتى بلغ أسوار مدينة الإسكندرية، فحاصرها وبداخلها أكثر من 50,000 من الروم. ومات الملك هرقل في أثناء هذا الحصار، وجاء أخوه بدلا منه واقتنع بأنه لا أمل له في انتصار على المسلمين، فاستدعى المقوقس من نفاه وكلفه بمفاوضة المسلمين للصلح، وأصبح عمرو بن العاص حاكما على مصر، واستقبله أهلها بالكثير من الفرح والترحيب لما عانوه من قسوة الروم وظلمهم. وأخبرهم عمرو بأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم بعدي مصر، فاستوصوا بقبطها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وقام عمرو بتخطيط مدينة الفسطاط، وأعاد حفر خليج تراجان الموصل إلى البحر الأحمر لنقل الغنائم إلى الحجاز بحرا، وأنشأ بها جامعا سمي باسمه جامع عمرو بن العاص، ما زال موجودا إلى الآن. وعندما تولى عثمان بن عفان خلافة المسلمين، عزل عمرو بن العاص من حكم مصر الذي عاد إلى الحجاز. وجاءت الحرب ثانية مع الروم عندما أرسلوا 300 سفينة محملة بجنود الروم الذين تمكنوا من دخول الإسكندرية، بل قرر الأعداء السير إلى مدينة الفسطاط. وعندما علم عمرو بن العاص بذلك، عاد سريعا من الحجاز وجمع جيش المسلمين من أجل لقاء جيش الروم، وانتصر جيش المسلمين على جيش الروم مرة أخرى. بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان، صار عمرو بن العاص إلى معاوية بن أبي سفيان ليسانده ضد الجيش علي بن أبي طالب في معركة صفين، ثم كانت الهدنة بين الجيشين. واستطاع عمرو بذكائه عندما كان التحكيم على من يتولى خلافة المسلمين أن تكون الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان لا إلى علي بن أبي طالب. وعاد عمرو بن العاص ليعيش في مصر آخر أيام، وله من العمر 93 عاما، ودفن قرب جبل المقطم، وكان ذلك في عام 43 هجريا. وبهنا تكون كملت قصتنا عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص. ولا تنسونا من اللايك والاشتراك الجديد على القناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. واشكركم جدا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.